الو اتفضل. الو تسمعني؟ صوتك واطي. ابو ذر جندب التونسي، هل لازلت تعتقد بازليه الكنز؟ جاوب على السؤال في الحلقه. هتجاوب على سؤال الحلقه هدخلك، مش هتجاوب على سؤال الحلقه هرميك بره. هتجاوب على سؤال الحلقه اتفضل، ما تبقاش جبان، ما تبقاش تنط كل شويه عايز تغير الموضوع. اتفضل، عندك اجابه على سؤال الحلقه؟ اتفضل. اعتقد بان الله تفرد بال روح 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 بشيل بشيل بشيل. الو اتفضل. الو ابو ذر جندب التونسي، هل تعتقد ان الله تفرد بالوحدانيه قبل؟ روح يعني. وانت مفكر ان انت كده يعني راجل، انت مفكر ان انت كده بتعمل بطل؟ يعني انت مفكر ان انت بتعمل بطل؟ يعني انت بطل كده عشان اقفل عليك وتقول الله اكبر رحت لوليد اسماعيل سالته فقفل عليا؟ لا، البطوله ان في سؤال معروض فالمفروض ان انت تدخل تجاوب على السؤال، دي البطوله. قالوا اتفضل. الو هل تفرد ربك بالوحدانيه؟ روح يا روح يا روح يا هبل، امشي يا هبل، خليك راجل وجاوب على السؤال. طب بص هقول لحضرتك حاجه، جاوب على السؤال وبعد كده اسال سؤالك، اظن ما فيش اكتر من كده. جاوب على السؤال كشيعي وبعد كده بسال سؤالك، خليك ذكي على الاقل، مش كل مره كده اقفل عليك الخط كده ويبقى منظرك مش حلو.